وصل غنوة على البيت. ابراهيم عارف؟ هذا ما بعرفه ستنا. انا اللي عارف ما غريب. مس حسام تسمح لي بكلمة؟ تفضلي. من شوي حضرتك فتت وكنت من شو؟ مش رايق، حسيتك متضايق مني. متضايق بس مش منك. لكن شو اللي مضايقك؟ بكفيك همومك. مش انت قلت نحن كمان اصدقاء؟ صحيح، بس مش ضروري حملك همي. أنا مرات كتير بحملك همي. في شي بالشغل مش عاجبك؟ يا ريت. لكن شو؟ مش مرتاح ببيتي. حدا بو شي؟ مش مريحتني مرتي يا فاتن، مع إنه مأمن لك كل شي. بس شو؟ مش قادر انسجم معها. هي بميل وانا بميل، بودي وانا بودي. كل العالم هيك. ما بعتقد. انا صرت بحسب جوزي بدون ما اعرفه. على شو؟ عليكي. انت مرة بكل معنى الكلمة. حساسة. مرهفة. ما بنقصي شيء. نيالو. بس ما سألتني أنا إذا هي نيالي. يعني مش شايفته هالرجال اللي بحسه بيقدر يحميني ويقدرني كمان. قلتلك ما حدا تامي معه. إيه لو كنت مرتي كنت هلا بعمل لك تمثال، ببوظ لك هيك وجه وقفة. على إذنك مسيو سام. أنا ما بكنني لك الاحترام فاتن، بس
ما في إخفي عنك إنه في قوة بتدفعني إنه أشوفك اليوم، واليوم اللي ما بتيجي فيه أنت على المكتب بكون مثل الضايع. سام بترجيك. أنا بعتذر، تعديت حدودي. العفو. جابني للكلام، بحسه فينا نعتبر هذا الاجتماع اجتماع عائلة؟ والله انك سبقتيني، أنا فعلا حاسس إني بين أهلي. أنا إلي شرف الاجتماع فيك شيخي إيهاب. لا كذي بطلنا أهل. إيهاب ما بيحب حدا يعيط له شيخ. يا أخوي إبراهيم، طالما أنت تقرب حق أمل فاعتبر أن احنا أخوان، ويا ريت تناديني إيهاب. بس ما بعرف إذا بتطلع معي. لازم يطلع بإيدك. المهم شو المطلوب يا أخي؟ سبق أخي إيهاب وحكينا بالموضوع في دبي. لا تواخذني، أنا ريال ساي، وانسى اللي قلناه في دبي، احنا عيال اليوم واحنا ببيروت. قول إيش عندك ولا تحت أمر. العفو يا سيدي. بدنا نفتح شركة تخليص بضاعة لابن العم، بيسوى انت تكون كفيله او صديق لك، بس ما بدنا نتركه. خلاص انفتحت الشركة. ايه بس يا اخي ايهاب. يا اخ ابراهيم، كلام امل اوامر، طالما هي قالت بنفتح الشركة يعني نفتحها، شو المشكلة؟ المهم خل علاقتك فيها مباشرة. واضح؟ واضح. واذا تبغي زيارتك تكون ناجحة لا تيني وإيدك فاضية. عفواً ما فهمت. يعني إذا تبغي زيارتك تكون مثمرة ونقوم معاك بالواجب لازم أمل تجي معاك. شو هو هالموضوع الضروري اللي عوزنا فيه؟ بدي مني $50. وقلت لي عاوزك كرمال هيك؟ أكيد، لأنه ما إلي عين أحكي قدام أهلك. ولاي ماذا رح تضل بلا شغل؟ شو بعمل اذا ما عم لاقي شغل؟ ليه ما بتقولي لمعلمي يشغلني عنده؟ وشو بده يشغلك عنده؟ ليش شو معك اختصاص؟ لا عم بعيطي، خلص بلاها. عم بعيط لانه بطل فيي احمل، مش قادر اشيل هالهم لحالي، قطعة تيم مش عم فيي اشتري. طيب خلص روقي. ما فيي روق، رح انفجر. فاتن، شو في صوتك طالع؟ ماشي. روقي يا ماما، كل شيء بالرواق بالحل، بعدين ليه عم تعيط عليه لهالمعتر؟ ماما بترجيك بيني وبين جوزي ما حدا يتدخل. كيف تحكي امك بالطريقة؟ سكوت وما بقى تنقبق. عن جد بطلت فاتن اللي بعرفها. وين راحت بالليل؟ ما بعرف. شو بتريد؟ معلم سليم طردني من الشغل. وانا شو دخلني؟ واضح انك بتأثر عليه. أعرض الكارت. شو هو؟ بتشتغل عندي شوفر. يا ريت. بعطيك $2000 بالشهر. مو سيدي. لا يا وليد لا، عيب.
ما بيسوى تنزل هالقد. انت بالنهاية كنت جوزي. انا غلطان بحقك وندمان. ما بقى ينفع الندم. امل. ست امل. ست امل. مستعد تطلق مرتك؟ إذا طلقتها نرجع لبعض؟ طبعا لا، بس برجع عومك من جديد. شو قلت؟ موافق. مثل ما زرعتك جواتي قادر اشيلك ساعة اللي بدي. إذا $50 بدها تخلفني أنا وياك ما بدي إياها حبيبتي. زياد بلا مزح. ما يكون حدا عاجبك بالشغل. قرفان الرجال. لكن ليه ظهرتي بالليل؟ ولوين؟ ما ترجع تعصبني. رحت مشوار بالسيارة تروق. فاتن، المرة بتبطل تطيق جوزها لما بتحب عليه. زياد بلا مزح. بكفينا عجقت أهلي. بس أهلي زعلوا كتير. أصلا هن اللي عم بيوتروني. مش عم بقدر أقعد أنا وياك. معلم علي موليد، فوت لعندي شوي عايزك. مدام جيهان بدك توصلها على بيتها بالجبل. حاضر. بس ما بتحب السرعة. كمان حاضر. تفضلي مدام. الله معك يا مدام. وليد، صحيح المدام بتحكي بس بتسمع. يا حليلت الله. وأطالت بشي؟ ولا يهمك. نجوى، بدك شي بعد ستنا؟ لا شكرا. بدك تحكي معي؟ تكرم عينك. أهلا ست جيهان. بترجاكي مدام، تفضلي. ما بتقلقش، تفضل.
لازم. شرف حتي. لا شكرا. حاسس القصة شوية مشربكة. لا لا مشربكة ولا شيء. الست اجت جديدة على لبنان، شافتك انسان راكز ارتحت لك. إذا بتحب توصلها دايما اكتب نمرة تليفونك على ورقة. شو الهيئة ما بدك؟ بلا بلا، إذا بتريدي ورقة وقلم. ما تاخذني ما انتبهت. مدام؟ نعم. الست بحاجة لشوفير على طول؟ لا لأنه مانا مطولة هون، قاعدة شي شهر بس بحكم وضعها، كل مدة بتسافر على بلد لتريح أعصابها. ولو فيها تقلي بس ما إلي عين سألتها. اتفضل اسأل. الست مريضة؟ عاملة عملية استئصال لمرض بالحنجرة، منشان هيك ما فيها تحكي. حرام. سلمتها؟ الله يسلمك. عن إذنك تجيب لك الورقة والقلم. يلي بيشوف مصيبة غيره بتهون مصيبته. ما رح فيه يكمل بهالحالة. عجيت أهلي من مال ومصيبة زياد من مال تاني. هاي فاتن. أهلا سسام. بدي فنجانين قهوة. عراسي. بتوصلي يون أنت بإيديك. كمان عراسي. اليوم الصبح وراجع بعد أسبوع. شو؟ هيئتو كتير حابب لليوم. تريحك يا ابن العم، هو حببني لإلي وطلب إيدي للزواج. أه؟ هايدي خبري يا حبيب. ما أساساً مرحوم بيو كان بده يجوزني إياه، بس أنا بلا مخ كنت مغرومة بوليد سعد. حظ. هالحظ الزفت كلفني 25 سنة. بسيطة، الله بيعود. تنرجع لشغلنا، انت جاهز لتفتح مكتب بدبي؟ اليوم قبل بكرة. لأنه إيهاب وكلني اهتم بالقصة. الله يطول بعمرك يا رب. ابن العم، سؤال وقح شوي، قديه بتبلغ ثروتك هالايام؟ كفيه المولى. سالتك لانه بده يجي وقت ما رح تعرف شو بتملك. ان شاء الله اذا مسكت التراب بيقلب بين ايديك ذهب. كيف هالمدام؟ بخير. ما بدك تتعرف انا؟ اكيد بدي اجي ازوركم. هيدا شرف لنا. وهالشاب الحلو وين صار؟ سامر تخرج. ما دعيتوني على حفلة تخرجه؟ ليش هو كان يقبل يعمل حفلة؟ ما يكون عملها مع شي بنت بحبها. قولك؟ انتبه ما يكون معلق على شي وحدة مش قد المقام. من هالناحية طمني بالك، حطي ايديكي بمي باردة. لأجل اللي صار معي انتبه يا ابن العم. ما رح جوزه إلا للبنت اللي أنت بترضي عنها. أكيد؟ أكيد. لكن اسمع الخبرية. دخيلك قلبي ما عاد يعمل خبريات اليوم. قديش عمره سامر؟ بال22. وبنت خيه للشيخ عمره 20 سنة. بنت مثل القمر. بيني وبينك أنا حاطة عيني عليها لسامر. ومعقول يرضى الشيخ؟ يصح له. قولي اللي انت بتفصليه هو بيلبسه. انت بتعرف قديش بيملك ثروة بيا؟ اكيد هو ما بيعرف شو عنده. لا هو بيعرف. قديه؟ قد ميزانية الدولة. أنا بعتذر عن طلب منك الطلب. واجباتي بس. وين ضيفك بعد ما وصل؟ ومين قالك بعد ما وصل؟ على الشركة.
وبقلب المكتب كمان. أنا مش ضيف، أنا بشتغل عندك. يا فاتن وجه السعد، بدي إياك تعطيني رأيك بهدية لست بارتي. واو، حلو، روعة. بدي عزبك تلبسي عرابتي تشوفه قبل ما هدي اياه. ليش رقبتها مثل رقبتي؟ فشلت، بقصد انه هي مش بجمالك. شو شفت؟ اللي شفته انه حرام ينشال من رقبتك. لا ترجيكي، الهدية ما بيلدوها. أنا اللي بترجيك مسيو سام، ما تخليني أشعر. تشعري بشو؟ ما تكوني فهمتي تصرفي غلط. مش قصة هيك، بس ما عملت شيء تستحق الهدية. مش قلتي لي كنتي وراء مشروع شركة الأنتي؟ وأخذته؟ قولي مبروك. مبروك. مبروك العائد. من أيمتى بيعرفوا بعض؟ بيظهر من مدة طويلة. وليه بعدك ساكت؟ لأني عرفت من مدة قصيرة. بعد يلي صار مع وليد سعد، بعده ابنك معند عليها أكتر من الأول. ليه ما بتحكي؟ حكيت وما بدي أصطدم أنا وياه. يا ريت تحكي أنت. لأنه لأنه شو؟ لأنه إذا عرفت أمل بده يصير في زعل بيناتنا. هيدا من جهة، ومن جهة تانية محضرت له عروس بتكون بنت خيو للشيخ إيهاب. وأنا شو بده يجيني من بنت هالمنتوف المقفلس وليد سعد؟ مش بس هيك، محضرت له مشاريع أنا بيو ما فيي أعمل له مثله. من بعد ما الله بعت لنا هالمرة حضرت ابنك بده يفوت لنا النحس على البيت. عجبك؟ عجبك ما الله مصيبة؟ اتركه علي. بعرضك حليها بمعرفتك وبأسرع وقت ممكن. ما صدقنا أيمتى ضحك لنا الحظ، ما بدنا إياه يرجع يعبس مرة تانية. حط إيديك بمي باردة. ما معك نمرة الشرطة زياد؟ ليش هي عطتني الرقم؟ طب بلكي جد عليها شغل، ما تخلونا نستبق الأمور. بابا ما بحياتها نطرت لليلتها ترجع على البيت. وشو بنعمل يعني؟ لم نعرف الشركة وين ولا عنا رقم تليفون نتصل فيها. ها؟ الحمد لله وصلت بالسلامة. شوفي شغل بالنا عليكي. ليش شو أنا ولد؟ كنت اتصلي بخبرينا إنه رح تتأخري. صرت تعرف تحكي هلا؟ انه حمار يعني؟ روقوا يا جماعة. مبروك عشو؟ العقد اللي برقبتك. اه خرب بيتك، هيدا الاصلي؟ شو انا بالمستقليد؟ يا عين طار المعاش. ما تعطى الهم، المعاش زاد ما نقص. من وين هيدا؟ من صاحبي فاتن. عم سمعت شواب؟ سمعت عم سمعت. بحكي قول شي. شو بدي احكي؟ لا احكي. كل عمرك تحكي ويسمعوا لك. شو اللي تغير هلا؟ هيداك الزمان ولا يسار، هلا صربتنا السترة.
صباح الخير. وين بتحبي اختك؟ تفضلي. مالك مسيو؟ ما بقدر. بدك تقدري. إذا سمعنا حدا بالشركة عم بقول لك سامحاف بده يفكر. بده شو؟ يشك ويفكر إنه في شي بيناتنا. شو بتخاف من حكي العالم؟ كتير. طب على القليلة بيناتنا، قولي لي بس سامحاف. بترجيك، هيدي اسمح لي فيها. طيب قاعدة عاوزك الموضوع. تصرفاتها مش عجبتني. معك حق. عقد كيف ما كان حقه 3000 دولار، هيدا من وين؟ لازم ينحط لحد، لازم يتدخل البابا. تأخرنا يا بنتي. الفقر مرات بحطم أصحابه. بترجيك خلص. انا اللي بترجيك، ما بحب يكون في حواجز بيننا. بس شو سام، ما بتقدر رايحين بالاتجاه الغلط؟ ما فهمت. انا مره مجوزه وانت رجال مجوز، هيدا هو العائق الوحيد؟ هيدا اهم شيء. يرجع قبل ما تكفي بدي اياكي تعرفي نظرتي لك. فاتن، انت مش مره عابره بحياتي، ولا رح تكوني يوم من الايام. انت الانسان اللي كنت ناطره من زمان، وهلا لقيتك. اتجوزت مثل ما كل الناس بتتجوز، جواز استنساب. ليش انت مش هيك تجوزتي؟ كان بالاول زواج حب، بس هلا ما بعرف شو صار وكيف. حجزت لك هاي الطاولة، مشهور كتير ولقمته كتير طيبة. بترجاك ما بقدر اقعد معك على نفس الطاولة. بس جيهان، ما بقدر اقعد مع الزبون على نفس الطاولة. مش حطوني من الشغل. طيب عفوا، خلص ما تتضايقي، اقعد معي. كلامك بيذكرني بكلام البابا. ما انا بعمر بيك. لا اصغر شوي. طيب مثل ما بدك، خيك الكبير. بالنتيجه
حلو الرجال يكون ناضج. أنا رجال ناضج؟ فوق الزوم صار لازم امشي. لوين؟ على مكتبي. بعد ما حكيتي بشو عاوزك؟ ما هو بنجي تنحكي بشي بنصير بشي تاني. وانت مضايقة؟ طيب رح اعفيك من الجواب بالوقت الحاضر. الجواب على سؤالك رح يكون شوي طويل. تزوجت اول مرة من 25 سنة. الله مطعم لأولاد ما خلينا دكتور بالكون ما شفنا، وكلهم أجمعوا إنه زوجتي ما بيسوى تحمل لأنه في خطر كتير كبير على حياتها. بقينا عايشين بهذا الهاجس 3 سنين، مع إنه كانت حياتنا كتير حلوة، بس موضوع الأولاد عمل توتر والأكيد مش مني. كانت هي تضل متوترة تحت صار عندها عقدة ذنب. قد ما ألحت علي بموضوع الأولاد حببتني فيهم وصارت المشكلة عندي أكثر مما هي عندها. قصدي كيف تعرفنا على بعض؟ بالصدفة. اجت مشوار سياحة على لبنان وسائبت كنت عم بشتغل شوفير تاكسي بنفس الموقف اللي عم بشتغل فيه هلا، ومن أول لحظة صار في إعجاب بيناتنا. أنا ما كنت بصدق إنه صبية مثل أمل، غنية وحلوة، ممكن تحب شخص مثلي. وتكررت زياراتها على لبنان وقوي الحب بيناتنا لدرجة تخطى المعقول، وهون كان لابد من الزواج وتغيرت حياتي. تغيرت من شوفير تاكسي لرجل أعمال. أكيد حبيتها لشخصها مش لمالها، وصارت كل شي بالنسبة لإلي مثل ما أنا كمان صرت كل شي بالنسبة لإلها. بعدني بحبها؟ بعد ما كوتني على كل مفصل كي وحطمتني وشردت عيلتي؟ أكيد لا. يمكن لأنه ما بعرف أحقد، يمكن لأنه بعدني بحبها. هذا موضوع طويل وانتقلنا من موضوع لموضوع. باختصار، بعد 3 سنين تزوجت عليها بالسر. كان كل همي جيب اولاد. وين؟ من هون من لبنان. وصار عندي مرة بدبي ومرة بلبنان، بلش المشوار الطويل. شو طول الشرح؟
رح نتغدى مع بعض اليوم ام لا؟ سام كنا عم نظهر كثير مع بعض. فاتن انا حبيتك وانا مقتنع فيكي. بترجيك ما تكفي. انا بترجيك تسمعيني. انت كل شيء بالنسبه لالي، غيرتي لي كل حياتي، نقلتيني من انسان متشائم لانسان متفائل بحب الحياه وحلاوه الحياه. فاتن انا مستعد اترك مرتك وجوازك، انا مستعد اترك الدنيا كلها كرمالك. انا شو بعمل؟ إذا تركت زياد يعني حكمت عليه بالعدل. زياد ما في عيش من دونه. يعني بدك تدفني حالك كرمال زياد؟ المشكلة إني بعدني بحبه. بعتذر. عن إذنك. أنت مرة صعبة. يا ما حلمت بهيك صنف. إذا كان صادق بمشاعره تجاهي بيبقى الوحيد اللي بيقدر يخلصني ويخلص عائلتي من التعتير اللي نحن فيه. هيدي قصتي. بعتذر كنت جاي تتغدى وتغير جو، حملتك همومي. تفضلي. بكفيكي وجعك؟ رعب غريب. ألو؟ نعم، مين حضرتك؟ بيو لسامر. لا لا، سامر ما بوشي. أنا عايزك بموضوع ضروري. ما بيضحك على التليفون. يا ريت تشرفيني بمكتبي. بس ما بدي سامر يعرف. ليه؟ أوكي. مسافة الطريق بكون عندك. حلوة اللعبة. فكرك أنا بخاف منك يا إبراهيم لطفي؟
ماما. هاي قلبها للماما. كيفك اليوم؟ منيحة وناطرة تتخرج بفارغ الصبر. اف خير ان شاء الله. بيك بده يفتح شركة بدبي. برافو، خبرية حلوة. والمهم انه انت يلي بدك تستلمها. مع ابنها بده يسلمني الشركة اللي هون. هديكي اهم، وفي معه شريك مهم. ومين بيكون؟ خيو للشيخ ايهاب. بتعرفوا للشيخ ايهاب؟ لا والله. بيكون شريكة لأمل لطفي قرابة بيك. خبرية حلوة ما هيك؟ خبرية حلوة، بس أنا مش حابب سافر. ليه؟ هيك. طب ما بدي أعرف شو السبب حتى أشوف إذا معك حق ولا لا. السبب إنه بدي أشتغل ببلدي، إذا مش بشركة البابا بحيالة محل. عينك. بعتذر إذا سببت أي إزعاج. اهلا يا بنتي، تفضلي. ميرسي. قول في بنت حبيبها وكرمالها ما بدك تترك البلد. ماما طلعي منها، ما بيكون البابا مخبرك كل شيء. ليه في شيء تخبرني؟ انا ما عدت سامر الصغير اللي بتضحكي عليه بقصصك واخبارك، كبرت. الواضح انه رح نتندم على سامر الصغير. ليه؟ لأنه صار عندي نظرتي الخاصة وطموحي الخاص فيي. قد ما تشقى وتتعب ما رح تقدر تكون يلي كون لك إياهم بيك. يمكن. مش يمكن، أكيد. إذا فكرك تشتغل برا مصاري بيك، إنه شو ممكن يعطوك $700؟ أنجا يكفوك بنزين لسيارتك. والبنت اللي بحبها كمان فيها تشتغل $700، وهيك بصير فينا نعمل حالنا بحالنا. قول إنه في بنت حبيبها حتى نبارك لك ونعتبرها مثل بنتنا. شك امي. ليه؟ لانه بس تعرفي شو اسمها وبنت مين بتكون رح بتغيري رايك. مين ما بتكون، المهم البنت يلي ابني الوحيد بحبها وبدو اياها شريكي لحياته. وبتوافقي لو مين ما كانت؟ انه ما بدنا نعرف اذا بتليق فيك ولا لا. ما هون المشكله. ليه انت معقول تحكي مع بنت ما بتليق فيك؟ بالنسبه لالي انا بتليق فيي، بس بالنسبه لالكم اكيد العكس. ليه؟ لانه بيا افلس وبيع شركته عم يشتغل شوفير تاكسي. ومين بيكون بيا؟ مين غيره؟ وليد سعد. هلا عم تحكي عن جد؟ بدك تقولي لي انه البابا مش مخبرك كل. فاذا خلينا نحكي على المكشوف. يا ريت. اذا فكرك تاخذ بنت وليد سعد لابني ولا بعرفك. وانا ما راح اتجوز الا غنوه بنت وليد سعد. فإذا يا أنا يا هي بالبيت. كل الشغل شغلك يا أمل. مسيو إبراهيم، وصلت الرسالة. إن شاء الله تكوني فهمتيني منيح يا بنتي. أنا فهمتك، بس حضرتك ما فهمتني. لو ما بعرفك بنت أصل ما كنت بعت وراك وعم بحكي معك بصراحة. بس يا ريت كنت حكيت مع سامر قبل ما تحكي معي. أنا لو قادر حلها مع سامر كنت حليتها. وبدك أنا حلها؟ مش على حساب مصلحتك. حطي الرقم اللي بدك إياه. إذا بتريد ضبط شيك. فهمتيني غلط يا بنتي. أنا كنت فهمانتك غلط، بس هلأ فهمتك منيح. كرامات الناس مش للبيع مسيو إبراهيم.
قلت لك فهمتيني غلط. بترجيك اذا كان المقصود اني اتخلى عن سامر مقابل مبلغ من المال، انا ما ببدل سامر بمال العالم. بس اذا حسيت اني رح ضر سامر بنسحب وبهدوء. هيدا اللي قصدته. بس يا ريت بتشرح لي شو بينضر سامر من ورا علاقتنا ببعض. سؤالك محرج شوي. ليه حضرتك ما بتصارحني مثل ما انا عم صارحك؟ لما نفوت بالتفاصيل بخاف يصير في جرح للكرامات. بالعكس، تقصد علاقتكم بالست امل اللي كانت مرت البابا هي اللي عم تضغط عليكم بهالموضوع؟ سامر قال لك هالشي؟ اكيد لا. ما بخفي عنك، مستقبل سامر كله متوقف على علاقتنا بالست امل. يعني لو مش موجودة الست امل ما كان في مستقبل لسامر مسيو ابراهيم؟ قول يا بنتي. واللي تعبته حضرتك والانجازات اللي عملتها كل هالسنين ما بتسمح لابنك انه يعيش ببحبوحة مع البنت اللي بيحبها؟ حتى لو كانت هالبنت من افقر الفقراء. نظرتكم للامور غير نظرتنا نحن. اكيد، لأنه في ناس بترضى بالقليل وفي ناس الكتير ما بيشبع. يمكن لو كان وضعنا بعده مثل ما هو ما في قوة بالعالم بتفرق بيني وبين سامر، بس لأني فقيرة رح أتركه. وبتمنى تكون وصلت الرسالة. يا بنتي أنا بشكر تفاهمك، بس بتمنى أنه نتوقف عند هالحد. أنا رح أنسحب من حياة ابنك لسبب واحد، هو إني ما بقدر أعيش مع رجال سببت له عداوة مع أهله. بارك الله بأصلك. وكمان مثل ما حضرتك طلبت مش رح جيب سيري لسامر. غمرتيني بلطفك، بس إن شاء الله تقدر تنام عم خديتك وضميرك مرتاح يا بنتي. يعطيك العافية.